يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده والسادسه. تحياتي بدايه لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا، وبيبتدوا حلقه النهارده العنوان الرئيسي بحثا عن النقطه 22. طبعا كلنا في انتظار مواجهه بكره الاهلي في مواجهه المقصه، عوده مره ثانيه من جديد لمشوارنا في الدوري ومحاوله استعاده الصداره مره ثانيه اللي خدها بيراميدز نتيجه طبعا مشاركه الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه وبطوله كمان ابطال افريقيا. لكن في جميع الاحوال مباراه مهمه، مباراه هيكون فيها غيابات، واكلم حضراتكم طبعا على قائمه النادي الاهلي، وهيكون فيها عوده من جديد ابرزها طبعا محمد الشناوي اللي عمل تمرين النهارده كامله مع الفرقه، وان شاء الله باذن الله يكون موجود في سكواد الاهلي بكره، يشارك ما يشاركش القرار فيها في النهايه لمستر موسيماني. خليني ابدا مع حضراتكم حلقه النهارده بسؤالنا اللي موجود على صفحات السوشيال ميديا واللي موجود معانا لغايه ان شاء الله باذن الله بكره ميعاد مصر والاهلي ومصر المقصه. مين هم افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي الاخيره في مواجهه الهلال السوداني في دوري الابطال؟ على الفيسبوك، على انستجرام، وعلى تويتر، في انتظار اجاباتكم. نبدا حلقه النهارده باهم الاخبار والعناوين. الاهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهه المقصه في الدوري الممتاز. وموسيماني يعلن قائمه الاهلي لمباراه المقصه. امير توفيق يعلن اعاره ثنائي فريق الشباب للدوري التشيكي. وصلاح في التشكيل المثالي للجولة 26 من الدوري الإنجليزي. وكيل النني يوضح سبب فشل انتقاله إلى سيسكا موسكو. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. قبل ما أدخل في تفاصيل أخبارنا النهاردة وأطمنكم على استعدادات الأهلي الماتش بكرة، خليني أقول لحضراتكم أنه الحياة فرص، والحقيقه في مبدا مهم جدا يهمني اتكلم عنه قبل ماتشات الاهلي اللي هتبتدي من بكره وصولا لغايه بدايه معسكر منتخب الوطن. اسمه العنوان ده اسمه كيف تنتهز الفرصه. محدش بيبقى عارف ابدا الفرصه ممكن تيجي امتى. الاهم من انك انت تعرف ميعاد الفرصه انك انت تكون جاهز لاقتناصها. وعندنا في بطوله امم افريقيا الاخيره دي ثلاث نماذج، او خلينا نقول اربع نماذج واضحه جدا. الناس دي في اوقات كتيره جدا كانت ممكن تبقى مش هقول محبطه، لكن حاسه ان فرصه مشاركتها وظهورها وتالقها وانها تكون من نجوم الفريق فرصه بعيده شويه، لكن ده ما اثرش بشكل من الاشكال على جاهزيتهم وعلى استعدادهم لاقتناص الفرصه دي. بتكلم مثلا على لاعب زي عمر كمال عبد الواحد اللي كان من الصعب جدا انك مجرد تتخيل انه ممكن ياخد فرصه كامله في بطوله بحجم بطوله امم افريقيا في ظل وجود أكرم توفيق اللي محدش يختلف عليه أنه في الفترة الأخيرة في مصر كان نمرة واحد. أو لاعب زي أحمد فتوح فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر رغم وجود أسماء عندها خبرة وعندها مشوار كبير في المكان ده، منهم مثلا عبد الشافي. أو لاعب صاعد وواعد بس محدش في مصر كان يسمع عنه، بيشارك لأول مرة في بطولة هي الأكبر وهي الأقوى من حيث مستويات القوة ومن حيث مستويات المنافسين ومن حيث أسماء المنتخبات وخبرتها ومن حيث كمان أسماء اللاعبين اللي بيلعبوا في أكبر أندية أوروبا. بتكلم على محمد عبد المنعم اللي ظهر الحقيقة بشكل كبير جدا ولعب قدام أكبر وأهم نجوم بيلعبوا في أكبر أندية أوروبا، وكأنه الحقيقة معتاد على النوع ده من المواجهات وتألق بشكل كبير جدا. أبو جبل في حراسة المرمى اللي محدش يختلف طبعا ان الشناوي هو حارس مصر الاول، واللي يطمنك في اي مناسبه انه موجود في حراسه مرمى منتخب مصر او النادي الاهلي. ورغم اصابه الشناوي ابو جبل كان جاهز ومستعد لاقتناص الفرصه. الكلام هنا ليه؟ الكلام هنا للاعيبه مصر عموما ولاعيبه النادي الاهلي خصوصا في الفتره اللي جايه دي. ومحدش عارف ان شاء الله باذن الله باذن الله اذا ما نجحنا في ان احنا نتجاوز عقبه السنغال ذهابا وايابا، محدش عارف ايه اللي ممكن يكون حاصل لغايه لما نوصل لمباريات بطوله كاس العالم نفسها. عشان كده لازم كل لعيبه مصر الحقيقه، وانا اتكلمت في ده وقلت ان ده هيبقى شغلي الشاغل جزء من اهتمامنا في السادسه هنا، منتخب مصر اللي عنده مواجهتين في منتهى الصعوبه قدام السنغال وقادرين ان شاء الله قادرين، المهم بس نلعب بنفس الروح في ظروف كتير كانت معاكسه ما بقتش موجوده. لو حافظنا على الروح اللي كانت موجوده في بطوله افريقيا انا شايف ان احنا نقدر نعدي السنغال، على الاقل نقدر نعدي مباراه القاهره وبعد كده يكون لنا حسابات ثانيه في مباراه دكار. والكلام بقى بشكل اكثر دقه موجه لثلاثه من لاعيبه النادي الاهلي. واحد احمد عبد القادر، اثنين محمد هاني، ثلاثه ياسر ابراهيم. لان الثلاثه دول وبقوه مرشحين ان هم يكونوا موجودين مع سكواد منتخب مصر في ماتش السنغال
او ماتشين السنغال اللي جايين. احمد عبد القادر تالق بشده مع النادي الاهلي، وانا قلت انه عبد القادر يستحق الانضمام لمنتخب مصر من قبل حتى بطوله امم افريقيا، وهو واحد من اللعيبه القليله جدا ومش هبالغ لو قلت النادره في الكره المصريه اللي تملك الحلول الفرديه. ما عندناش الكواليتي دي، ما عندناش، عندنا لعيبه كويسه جدا وعندنا لعيبه بتلعب في احسن الانديه في اوروبا وكل حاجه، قول زي ما انت عايز تقول، لكن الحلول الفرديه بنعاني فيها بعافيه شويه عندنا في مصر. فبالتالي احمد عبد القادر الحقيقه يملك من الامكانيات اللي تاهله انه يكون مش بس موجود مع المنتخب لكن كمان يكون موجود بشكل اساسي، فعليه انه يكون جاهز للفرصه. اثنين، محمد هاني في ظل غياب اكرم توفيق، ما اعتقدش انه في حد يختلف انه محمد هاني قدم بطوله كاس عالم للانديه ولا اروع في ظل ظروف صعبه جدا مر بيها النادي الاهلي، ونجح الحقيقه في قياده الاهلي انه يكون صاحب دور مؤثر وبصمه مهمه جدا خصوصا في المباراه الاصعب. انا بشوف ان ماتش مونتيري اصعب من ماتش الهلال. في مباراه المونتيري كان صاحب بصمه واضحه جدا في تفوق النادي الاهلي دفاعيا وهجوميا في الناحيه دي، وقدم بطوله ولا اروع، وبالتالي الفرصه اعتقد قدام هاني هتكون فرصه سانحه وفرصه كبيره جدا. والثالث هو ياسر ابراهيم اللي في ظل غياب احمد حجازي بعتقد، وفي ظل الحقيقه كمان معطيات منتخب السنغال اللي بتفرض على مستر كيروش والجهاز الفني كله انه يبص لمواصفات انه مدافع المنتخب المصري في المباريات دي، يكون صاحب تفاصيل كده مختلفه يعني، والناحيه الجسمانيه كمان هتلعب دور كبير جدا في مواجهه عتاوله السنغال. فبعتقد انه ياسر كمان في الفتره الاخرانيه مركز بشكل كبير واستعاد جزء كبير جدا من مستواه، وكان الحقيقه ليه ادوار هجوميه كمان تدعم بشكل كبير جدا من انه يكون ورقه رابحه لمنتخب مصر. فبتهالي الثلاثه دول اعتقد انه هيكون عليهم العين بشكل كبير جدا في الفتره الجايه، واتمنى ان هم يكونوا جاهزين لاقتناص الفرصه. معلش طولت بس الرساله كانت مهمه جدا من السادسه لثلاثي النادي الاهلي وبقيه لعيبه النادي الاهلي عموما. طبعا ما اقدرش اقول انه طاهر ما تالقش الفتره الاخيره ومستنيين منه اكتر و الى اخره، لكن الثلاثه دول عشان الغيابات عشان العجز في المراكز دي ممكن يكونوا هم الثلاثي الابرز. طيب النهارده طبعا كان في تمرين اخير استعدادا لمواجهه، هو تمرين اول واخير يعني، الفرقه خدت يومين راحه ورجعت تتمرن النهارده استعدادا لمباراه بكره في مواجهه المقصه اللي مش في حالته قوي السنه دي يعني. المقصه طول عمرها بتبقى خصم عنيد، اتوقع طبعا اي فرقه مهما كان مستواها ومهما كان ترتيبها هتلعب قدام الاهلي جيم كبير، دي قاعده خلاص مش محتاجين نتكلم فيها. المقصه ترتيبه ال 14 لعب 9 ماتشات كسب مباراه وحيده، عادل 5 ماتشات وخسر 3 ماتشات، وبالتالي بيعاني في المركز ال 14 في الدوري، ولكنها بالتاكيد مش معايير ولا مقاييس لسهوله المباراه. نتوقعها مباراه هتكون صعبه وهيكون فيها يعني رغبه من مصر المقصه في اثبات الذات. النهارده مستر موسيماني بدا زي ما حضراتكم شايفين لقطات من التمرين، كان في محاضره فنيه في البدايه، بعد كده اللعيبه اتقسمت لثلاث فرق عملوا تقسيمه في منتهى القوه. في غيابات هتكون يعني مش موجوده مع الاهلي في مباراه المقصه بكره، اهمها طبعا ايمن اشرف عنده كده يعني اجهاد في الركبه، فبالتالي ما اشتركش النهارده في التمرينه ودخل بس جلسه علاج طبيعي. معلول كمان عنده يعني بيشتكي شويه من السمانه، فبالتالي ما اتمرنش مع الفريق، دخل اكتفى بس ببعض التمرينات في الجيم. شناوي رجع الحمد لله زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، وهيكون جاهز للمشاركه في مباراه بكره اساسي على الدكه، هيكون قرار مستر موسيماني طبعا اللي اعلن قائمه الفريق. اقول لحضراتكم قائمه فريق بكره ان شاء الله، مباراه بكره الشناوي علي لطفي وشوبير في حراسه المرمى، معاهم رامي ربيعه ياسر ابراهيم حمدي فتحي حسام حسن محمد شريف حسين الشحات اليو ديانج عمرو السوليه قفشه محمود وحيد طاهر محمد محمود كريم فؤاد لويس ميكسون ومحمد هاني وعبد القادر وفخري وزياد طارق ومحمد اشرف. دي قائمة الفريق اللي اختارها مستر موسيماني لمباراة بكرة، كل التوفيق لنجومنا. وبالمناسبة الحقيقة يعني احنا كان عندنا فرصة نتابع ونقيم ونحكم على شباب الأهلي في مباريات كأس الرابطة، وفي إطار الحقيقة سياسة ناجحة جدا بتقوم بها إدارة النادي الأهلي جوه وبره، يعني مش بس جوه مع الأندية المصرية لكن كمان في الخارج، وأبرزها الحقيقة تجارب كانت ناجحة جدا في التشيك. الامير توفيق اعلن عن اعاره 2 من لاعبي منتخب الشباب اللي شاركوا في البطوله بتاعه كاس الرابطه وتالقوا الحقيقه بشكل كبير، ومنهم طبعا مغربي اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه واللي تالق، وخصوصا كمان انه شارك يعني مغربي وهو صغير كده لعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه. فالاثنين هيطلعوا على التشيك، فتره اعاره هتمتد حوالي سنتين ونص، ومن حق الاهلي وده شرط برده مهم جدا انه
يستعيد لعيبته في اي وقت يحتاجهم في خلال الفتره دي فرصه. انا نفسي انه يعني زي ما بنطلع زي ما الاهلي بيطلع انديه مصر كلها تطلع، يعني لما نطلع لنا كل سنه مثلا 20 30 لعيب ياخدوا خبره يكونوا موجودين على ساحه كره القدم في اوروبا، حتى لو في دول صغيره، يعني مش لازم نكون في اسبانيا والمانيا وفرنسا وانجلترا، يعني حتى في الدول الصغيره ممكن يدي مساحه شويه في التسويق للاعيبه مصر ويديهم خبرات ويديهم تجربه مبكره. ودي نقطه مهمه جدا في الاحتراف، لانه الاحتراف جزء منه مش بس امكانيات، المرتبط كمان بالثقافه، انك تتعود تعرف الناس دي عايشه ازاي، بتفكر ازاي، اسلوب شغلها ازاي. لما الولاد تطلع في سن صغير يبقى عندها القدره انها تكتسب خبرات بدري وتتعود من بدري، فبالتالي ممكن تبقى عندها قدره انها يكون مشوارها طويل شويه، ما يروحش يلعب موسم واتنين ونلاقيه راجع لنا تاني ما عملش اي حاجه. فبتهيألي انه التجربه دي هتكون مفيده جدا. وحتى لو رجع، يعني حتى لو انت استعدته بعد كده او احتجته، ما انت عندك عبد القادر مثلا، ما عبد القادر راح لعب وهو صغير جدا في تشيك ورجع مره تانية والاهلي استفاد بيه، وحتى الاهلي لما رجع عبد القادر اعاره داخليا لسموح تألق ونجح نجاح كبير جدا، ولما رجع كان ليه مردود ايجابي جدا على الفريق. وقيس على كده بقى تجارب كتيره جدا، اكرم توفيق في الجونه، عمار حمدي في الجيش وفي الاتحاد وهكذا، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لاولادنا كلهم. طيب نروح مع حضراتكم للتشكيل المثالي للدوري الانجليزي اللي كشفت عنه بي بي سي، واتكلمت الحقيقه على التشكيل المثالي للجوله 26 من بطوله البريمير ليج بعد ما انتهت طبعا الجوله امبارح الحد. شفنا مواجهات قويه جدا، اهمها كانت ليفربول طبعا مع نورويتش سيتي، وتسجيل محمد صلاح لهدف وبقاءه في صداره الهدافين، دي حاجه اسعدتنا. لكن كوره بيتهيألي ان ماتشين كانوا الاروع الاسبوع ده، السيتي في مواجهه توتنهام، واللي خسر طبعا مباراه بيب جوارديولا في مواجهه كونتي بنتيجه 3-2، وريمونتادا ليدز يونايتد قدام مانشستر، وعوده مانشستر قدام ليدز يونايتد المباراه اللي انتهت 4-2 لصالح اليونايتد، وتشيلسي طبعا قدام كريستال بالاس. حراسه المرمى كانت لنجم حراسه مرمى طبعا البرازيلي اليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، خط الدفاع هاري ماجواير من مانشستر يونايتد، انطونيو روديجر من تشيلسي، كريس داوسن من ويست هام، والوسط في بوكايو ساكا من ارسنال، برونو فرنانديز طبعا من مان يونايتد، ايميل سميث رو من ارسنال، وديان كولوزفسكي من توتنهام، والهجوم معاهم سون هيونغ من توتنهام، وهاري كين توتنهام، ومحمد صلاح نجمنا المصري طبعا في تشكيله المثاليه للاسبوع ال 26 في الدوري الانجليزي. من صلاح نروح للنني، والحقيقه يمكن كان في كلام كتير جدا عن نني وعلى استمراره مع الارسنال من عدمه، وكلام على عروض من تركيا، وفي بعض التقارير طبعا احنا عندنا هنا في الحالات دي بتلاقي تقارير كتيره جدا بتقول لك نني في الاهلي المصري. لكن الحقيقه يمكن كان في مفاوضات حقيقيه حاصله بين اداره الارسنال وبين اداره سيسكا موسكو، في محاوله من سيسكا موسكو ان هم يحصلوا على خدمات النجم الدولي المصري محمد النني، ولكن للاسف وكيل اعمال النني اعلن عن فشل الصفقه، على الرغم من ان النني يحق لي الانتقال بالمجان، مجانا التوقيع لاي نادي بالمجان في شهر يوليو اللي جاي. ولكن الحقيقه زي ما قال واكد وكيل محمد النني في اوروبا انه السبب في فشل الصفقه هو الارسنال، لانه كان متمسك جدا باستمرار محمد النني معاه لنهايه الموسم الحالي، واعتقد انه ده ممكن يكون بدايه اشاره لانه النني قد يستمر بشكل كبير في الارسنال. وانا الحقيقه ما انصحوش، يعني اذا كان عنده فرصه في البقاء في الارسنال فليبقى النني في الارسنال، وخصوصا بعد المردود الجيد جدا، تتكلم على لاعب في التشكيله الرسميه لبطوله افريقيا. والحقيقه انا ما شفتش النني ابدا ابدا لا مع الارسنال ولا مع منتخب مصر بنفس حاله التوهج والتالق اللي قدمها في بطوله امم افريقيا الاخيره، ويستحق الحقيقه انه بعد الوصول للحاله دي والتوهج ده انه يكون مستمر بشكل اساسي مع الارسنال في الفتره المقبله. طيب هنتكلم على ماتش بكره، والاهم منه كمان انا عارف انه جماهير النادي الاهلي بكره هتبقى عيونها وعقولها مع مباراة مصر المقاصة، لكن قلبها وتفكيرها وانشغالها كله هيكون رايح على مباراة السبت طبعا، مباراة القمة اللي هتجمع بين الأهلي وبين سان داونز. هنتكلم على اثنين مع نجمنا النهاردة، نجم النادي الأهلي ونجم حراسة المرمى في النادي الأهلي كابتن أمير عبد الحميد، هيكون ضيفنا في السادسة. بس تسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبله مع حضراتكم.
نجمنا النهارده في السادسه، يعني مشوار طويل جدا، ويمكن حتى ارقام البطولات اللي حققها مع النادي الاهلي تتخطى او تتجاوز الرقم ده. هنعرف منه طبعا بالتاكيد ابن من ابناء النادي، فبتبقى الامور بالنسبه لهم شويه مختلفه. اللي اتربى من البدايه جوه النادي الاهلي، طبعا كل اولاد النادي الاهلي نجوم كبار، لكن اللي طالع من البدايات من الاهلي بتبقى القصه شويه غير. خلينا نرحب بنجمنا النهارده كابتن امير عبد الحميد اخطبوط الاهلي. كابتن امير اهلا وسهلا بيك، بشكرك طبعا على تلبيه الدعوه وعلى وجودك معانا النهارده في السادسه. انا اللي سعيد جدا يا ابو حميد ان انا معاك النهارده، وانا عارف ان اللقاء اتاخر شويه وانت من الناس المميزه جدا من زمان جدا جدا حبيبي وكان نفسي ان انا ابقى معاك في يوم من الايام، والحمد لله جت الدعوه النهارده. شيء يسعدني جدا، فشرف ليا دي اولا. تاني حاجه انا طبعا ببقى سعيد جدا وانا موجود في قناه النادي الاهلي بيتك. وبيتي طبعا، وبشكر كل طبعا الاعداد، فريق الاعداد اللي عمل تقرير كويس جدا عليا، يمكن انا ما استاهلش كل ده بس بشكرهم جدا. بس انت قلت لي ان عدد البطولات اكتر من كده. في بطولات مستخبيه كده، يعني مثلا كانت خدت بطوله وانا عندي كان عندي 16 سنه مع النادي الاهلي، بطوله عربيه، ويمكن الناس ما اتكلمتش عليها كتير، كنت انا لسه في الناشئين بس طلعت مع الفريق الاول. كانت بطولتين، بطوله نخبه في تونس وبطوله، وكان النادي الاهلي بيلعب في بطوله افريقيا هنا. وبعدين يعني انا فضلت في بطوله النخبه وكملت الحمد لله، خدت بطوله، وفي اتنين سوبر مصري وفي سوبر افريقي، فكل ده متداري يعني. مشوار طويل يعني. وانت بتشوف ملخص ليه كده، ده مشوار يحلم بيه اي لعيب كوره، احساسك ايه لما بترجع فلاش باك وانت بتفتكر الماتشات دي والبطولات دي والالقاب دي، احساسك ايه دلوقتي؟ والله يا ابو حميد طبعا الاحساس اصلا انك انت بتلعب في النادي الاهلي ده كبير جدا، احساس كبير جدا وقوي جدا انك انت تمثل النادي الاهلي وببطوله. يمكن احنا متعودين واحنا صغيرين في النادي الاهلي انك انت ما بتاخدش مركز تاني ده خالص، دايما بتلعب على البطولات ودايما متعود على المكسب، وده اللي احنا يمكن عودناه في يعني، وبنعود الولاد اللي هم الشباب الناشئين اللي طالعين من النادي، وده شفناه احنا في بطوله كاس الرابطه. كاس الرابطه الولاد بيلعبوا لاخر ثانيه وصغيرين في السن وشباب، لانه شربوا خلاص الحته دي من النادي الاهلي، وشربوا شافوا نجوم كبار وتعودوا وعارفين تاريخ النادي الاهلي دايما بتلعب على المكسب وعلى التتويج. فالواحد وهو صغير يعني واخد على البطولات، واخد على انك انت تلعب دايما على بطولات. يمكن انا كمان من المواقف الطريفه، اولادي خلي بالك برضه يعني في البيت ساعات بيطلعوا لي بكاس، يطلعوا لي بميداليه سوبر. اخر حاجه كان لقيتهم بيقولوا لي بابي دي ميداليه غاليه جدا، كاس العالم للانديه ثلاثه العالم، لقيتهم عاملين يجيبوا لي ميداليات وكده. هم خدوهم خلي بالك، خدوا الكؤوس والميداليات، فدي حاجه كويسه انك انت لما بتاخد بطوله بيبقوا اولادك وبعد كده يبقى احفادك يكونوا في يوم من الايام باباهم كان بيلعب في النادي الاهلي ويمثل النادي الاهلي، فدي حاجه كويسه جدا. وكانت بتسعدني جدا ان الاولاد بيجوا لي بالكؤوس وبيجوا لي بالميداليات، لقيتهم محوشين حاجات كتيره جدا من ورايا، فدي حاجه كويسه انك انت بتبقى جوه نادي كبير زي او كيان كبير زي النادي الاهلي بتاخد بطوله. خلي بالك وانت في النادي الاهلي بتلعب لقاء وتبقى بعديه بتعمل اللقاء كويس، بتبقى سعيد جدا، لكن انك انت بتبقى عنصر اساسي، جزء من الفريق، عملت ماتش كويس كسبت الفريق مع زمايلك، بترجع البيت بترتاح، لكن عليك ضغوطات لان انت الماتش ده بيتقفل، بتيجي بعديه ماتش تاني او بطوله تانيه، فدي حاجه بتبقى كويسه جدا ان الواحد دايما بيلعب على المكسب. لكن انك انت تلعب مع النادي الاهلي وتاخد بطوله بتبقى حاجه كبيره جدا، وما يحسهاش غير جمهور النادي، ما يحسهاش غير اللعيبه الجهاز الفني، تبقى حاجه كبيره جدا انك انت تكون بمثل النادي الاهلي بتاخد بطوله مهمه جدا ايا كانت. والنادي الاهلي دايما اي بطوله عنده بالنسبه له، كاس افريقيا، سوبر مصري، كاس مصر، اي بطوله بيلعب عليها على المكسب على طول وعايز الرقم. فبالتالي ان هو دي حاجه بتبقى كويسه انك انت يعني بتمثل النادي الاهلي بتاخد بطوله، بتبقى حاجه كبيره جدا. قبل ما اكلمك على حراسه المرمى في النادي الاهلي، عايز اكلمك على الجمهور. دايما بيقول ان الجمهور دايما في بالذات في النادي الاهلي هو رقم واحد، وليه دور كبير جدا ومواقف كبيره جدا مع الفريق ككل. لكن دور الجمهور مع امير عبد الحميد ايه اللي ما تنساهوش لجمهور النادي الاهلي؟ زي ما انت قلت يا حميد كده، جمهور النادي الاهلي عظيم، جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى ورا اللعيبه في الحلو في المر زي ما بيقولوا، في الاخفاقات في النجاحات. يمكن افتكر لما في سنه من السنين رحنا كاس العالم للانديه وخدنا ثالث العالم، رجعنا الناس يعني طايره بينا، وكانوا مستنينا في استاد التتش، وكانوا مستنينا في المطار، ده في النجاح. لما جينا كان في اخفاق 2008 اعتقد،
لما رجعنا من اليابان احنا قبل البرونزيه دي نسخه بقى كنا سادس العالم صح؟ صح كنا سادس العالم وبعد كده خدنا ثالث العالم وبعد كده لما جينا رجعنا تاني ما كانش فيه التوفيق. هي السنه بقول لك عليها دي اللي كان فيها اخفاق، لقينا الجمهور هو اللي كان بيساندنا وهو كان فرحان بينا واحنا فرحانين بيه اكيد. هو كان مستنينا في المطار وشالونا على كتافهم ونادوا الناس كتير جدا واحد واحد، فده حاجه بالنسبه لنا كانت قويه جدا وادانا دافع قوي. لان انت خلي بالك بعديها لعبت كملت دوري، كان ماتش صعب، كان عندك نادي الزمالك اسماعيلي ترسانه بعد ما رجعنا، فانت دلوقتي انت محتاج تعالج نفسي شويه. فلان اول ما شفنا الجمهور خلاص الموضوع انتهى. وطبعا كان معانا الكابتن خطيب والكابتن حسن حمدي كانوا معانا ساعتها وقعدوا معانا. ودايما خلي بالك الاداره ما بتشوفهاش غير لما يحصل دروب، ودي ميزه كبيره جدا. بتلاقي انت ما يحصل دروب يبقى محتاج حد يقف جنبك، محتاج حد يشيل عليك الضغوطات دي، وده اللي احنا تعودناه عليه من ساعه ما انا كنت موجود في النادي الاهلي ايام كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب والناس اللي كانت مسؤوله قبل كده طبعا. فده سيستم موجود جوه النادي. فكانوا ساعتها طبعا قعدوا معانا وخرجونا بره الضغوطات دي كلها، لكن وجود الجمهور موضوع تاني خالص. وافتكر في يوم من الايام 2002 او 2002 كان ساعتها كان في الفريق في مركز مش كويس ما يلاقيش بالنادي الاهلي، فالكابتن خطيب تولى ساعتها المسؤوليه، اعتقد كان ماسك معانا مشرف او حاجه في النادي، وكنا محبطين جدا وكان في ناس هتمشي من النادي. هو جمع الناس جمع الفريق وكنا بنبقى قلقانين شويه من الجمهور وهو بينادينا سنه 2002 اعتقد او حاجه، اللي هو الفتره اللي كابتن فتحي مبروك خدنا فيها الكاس. هو كان بيقول لنا روح للجمهور، الجمهور هيقف جنبك، استحمل الانتقادات استحمل الهتافات لكن مفيش مشكله خالص. عمرك اتضايقت من الجمهور؟ خالص بالعكس، يعني عمري ما اتضايقت من الجمهور، ولا بالعكس الواحد اصلا كان يعني بيبقى متضايق ومفيش جمهور واحنا بنلعب. يعني انك انت تلعب ومفيش جمهور اعتقد انك انت بيبقى زي الفرح من غير معازيم زي ما بيقولوا. فلازم تلعب وتأدي وتبقى فخور بجمهور كبير زي النادي الاهلي هو اللي بيشجعك. انا افتكر في يوم من الايام الفترة اللي الحضري مشي فيها، انا عايز اقول لك انا لسه كنت اقول لك افكر بماتش المحلة، ده اول ماتش انت لعبته بعد ما الحضري مشي صح؟ المحلة، وبعد كده دخلت بقى ابو حميد على كاس افريقيا وكاس سوبر افريقي. انت الجمهور لا بس المحلة بالذات بتهالي يعني من اول لحظة انت نزلت فيها الملعب وابتديت تسخن، انا عارف انه الجمهور قعد كتير جدا يعني يهتف باسم امير ويشجع امير لفترة طويلة، يعني بتهالي حاجة زي كده حتى لو انت جاهز ومستني الفرصة بتهيالي برضو حاجه زي كده يعني تعلي من حالتك ومن تركيزك ومن مستواك في المباراه. بص يا ابو حميد يمكن مش من الماتش ده بس من قبليه بفتره يعني لما انا كنت باجي العب كنت ما بلعبش كتير، فكنت منزل بشارك بشكل يعني على فترات بقى متباعده وكده، كان جمهور ده كان عنصر مهم جدا ان انا اخد ثقه كمان. يعني الحمد لله الواحد مؤمن بموهبته، مؤمن بموهبه زمايلي بالجهاز الفني بالثقه بتاعتهم، لكن الجمهور في حته ثانيه خالص. الجمهور بيساند اي لاعب يلبس تيشيرت النادي الاهلي، وبيحب اي لاعب يلبس تيشيرت النادي الاهلي، لان النادي جمهور النادي الاهلي مع النادي الاهلي في ارتباط بينهم. فبالتالي انت كنت بتتشجع من وانت بتنزل، حتى لو ما كنتش بشارك ونازل احتياطي في تسخين مع اي حد ايا كان مين هو اللي كان موجود، الناس بتشجعك. اما قصه ان لما الحضري مشي فانت من النادي بقى مش من الماتش المحله، يعني المعسكر اللي كان قبل المحله كان عندها تمرين في النادي، وجمهور كان لقيتهم مستنيني في النادي قدام باب النادي، وقفوا جنبي وشجعوني واحنا وراك، وغير الجمهور بقى اللي بتمشي في الشارع بتقابله، وغير الجمهور اللي جه الاستاد ماتش المحله، انت عارف ماتش محله في محله ماتش صعب ملعب طبعا. وجمهور نادي المحله كبير، والاغرب ان جمهور نادي جمهور المحله برضو طبعا اكيد كان شجع ساعتها، لكن اللي انا عايز اقوله ان جمهور النادي الاهلي بصراحه يعني انا وزمايلي اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي جمهور ليه فضل كبير جدا في اللي بنوصل له. يعني حراسه المرمى في الاهلي دايما مميزه، يعني انا ما تهيأليش انه في اي وقت من الاوقات 90% من تاريخ منتخب مصر حارس مرمى المنتخب هو حارس مرمى الاهلي. وانت لعبت مع منتخب مصر، لعبت مع كابتن حسن شحاته، واتمرنت كمان مع مانويل جوزيه، يعني لعبت مع اسماء كبيره جدا، لكن ايه السر في تميز حراسه المرمى في النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ ده مش فلسطين بس يا يعني من الناشئين، يعني ده هتلاقي جول الناشئين مثلا منتخب ناشئين هتلاقيه جول النادي الاهلي لازم، هتلاقي جول شباب جول النادي الاهلي، هتلاقي جول منتخب اولمبي هتلاقي جول النادي الاهلي اكيد طبعا. في جوال ثانيه انا فاهم طبعا واكيد حراس مرمى نادي الزمالك اكيد مميزين، ولكن هتلاقي دايما المدير الفني باصص لجول الاهلي،
يعني لما بيجي يبص يقول لك ايه انا هاخد من اهلي او زمالك او اسماعيلي او ايا كان بس النادي هو جو. أيوة انا بسالك ليه الاهلي؟ لانه يعني رغم ان يعني انا ممكن اعدلك الاسماء اللي انا شفتها، انا اعرف كمان انه من قبل ما انا اتولد، من قبل ما اتفرج على كرة، حراسه مرمى في الاهلي يعني حاجه عالميه. لكن انا بسال ليه الاهلي؟ عشان انه الاهلي فريق دايما بيهاجم، وفريق دايما كورته عنده رغبه في المكسب، فبالتالي من الصعب انه يتعرض لهجمات كتيره، او من الصعب ان الفرق تهاجمه كتيره، فبالتالي اختبارات الحراس فيه ما هياش زي فرقه مثلا بتعاني فطول النهار حارس المرمى هو اللي شايل الماتش كله. ورغم كده حراسه المرمى في الاهلي مميزه جدا. هو ده السؤال، ليه؟ ايه السبب في ده من وجهه نظر امير من خلال مشوارك وتدريباتك مع اتمرنت على ايد مين في الاهلي في الفتره اللي لعبت فيها؟ لعبت فيها كابتن احمد ناجي، قعد فتره كبيره جدا، واحد من اساطير تدريب يعني حراسه المرمى. طبعا قعدنا فتره كبيره جدا، بعدين اتمرنت في ناشئين مع كل المدربين كبار، كابتن ابراهيم عبد العزيز وكابتن احمد ناجي برضو خلي بالك من الناشئين، يعني مرني في ناشئين وبعد كده طلعنا في الاول. هزود على كلامك يا ابو حميد اللي هو ان جول النادي الاهلي ما بيجيلوش هجمات ولا اخره، لكن جول النادي الاهلي واي لاعب في النادي الاهلي بيبقى مميز في المنتخب. يعني هو ماشي مميز في المنتخب بشكل مميز، انه ده لاعب النادي الاهلي في الالتزام، مميز في ان هو في شغله في الملعب، في التمرين، في الاداء، في المعسكر، لاعب النادي الاهلي بيبقى باين. قصه الجول بقى انك انت عندك النادي الاهلي دايما اجواله مميزه، التاريخ زي ما انت بتقول كل حراس مرمى العظام كانوا في منتخب مصر وكانوا مميزين. النادي الاهلي عشان تلعب حد لازم يبقى مميز، انت عشان تلعب تدخل جوه النادي الاهلي لازم تبقى لاعب مميز او حارس مميز، فبالتالي عشان تلعب اساسي جوه النادي الاهلي لازم تبقى مميز قوي. فبالتالي انت بتلعب سواء في ناشئين او بتلعب مع الفريق الاول فانت مميز، طالما انت بتأدي بشكل كويس وموجود في النادي الاهلي وبتأدي بشكل كويس اكيد هيبقى ليك دور مع المنتخب. لما دخلت الاهلي وانت صغير كان مين الايكون قدام، مين مثلا، مين القدوه او مثلا اعلى بالنسبه لك في حراسه المرمى يعني؟ بص انا لما دخلت النادي كان نفسك تبقى مين؟ كان مين الهيرو بتاعك؟ كابتن شوبير. كابتن شوبير يعني انا عشان اهلي اهلاويين جدا، وجدودي وكده كلنا احنا في الاهلي متربيين على الاهلي يعني. فانا كان ساعتها انضميت 89 او 88 89 90 حاجه كده، فكان اول واحد شفته كان شوبير بيلعب كان بيلعب ساعتها وراح كاس عالم 90 ولما شفته في النادي كمان كان بالنسبه لي خضه. ايوب برضو ايوب طبعا، شوبير قعد كتير قوي لغايه لما جات له الفرصه. بس كان مين برضو قبليه مميز؟ طبعا كابتن ثابت. طب انت كان مين برضو قبليه مميز؟ كابتن اكرامي. فانت اثنين مميزين في النادي، هم حراس النادي الاهلي، هم حراس مين؟ المنتخب مصر. انت بتشوف الشناوي دلوقتي، بتشوف لو علي استمر والشناوي مثلا لا قدر الله اصابه ولا حاجه هتلاقي علي موجود في المنتخب. بتشوف مثلا منتخب الاولمبي كله كل الناشئين، مصطفى شوبير وكان عمر رضوان لما كان معانا، منتخب شباب هتلاقي كل لعيبه النادي الاهلي الحراس مرمى في المنتخب. فاللي انا عايز اقوله ان دايما حراس مرمى مميزين سواء في منتخبات الناشئين او الفريق الاول، وده على مدار التاريخ، وفي نفس الوقت يعني بيبقى اكيد لهم دور مع المنتخب يعني. طيب انت كنت جيل مميز جدا، واحد من الاجيال المميزه جدا في تاريخ النادي الاهلي كله، وابتدى الجيل ده يتنافس نوعا ما الجيل اللي موجود دلوقتي مع الجيل بتاع 2005 و2006 من ناحيه البطولات ومن ناحيه الاداء. بس خليني قبل ما اكلمك عن التشابهات بين الجيلين، التشابه بين مرحله جوزيه مرحله موسيماني، خلينا اسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن امير عبد الحميد. قبل بس ما اتكلم على جيل جوزيه وجيل موسيماني، خليني ارحب نجم النادي الاهلي كابتن وائل رياض شيتوس اللي يمكن كان موجود معنا قريب في فقره الحريف. خلينا نرحب بيه ونستقبل تليفونه. كابتن وائل مساء الخير. مساء النور، ازيك يا ابو حميد؟ عامل ايه؟ منور الدنيا حبيبي، بنسعد دايما ان احنا نسمع صوتك معانا. ربنا يخليك يا ابو حميد، تسلم، ربنا يكرمك. احلى هدف حطيته مع سجلته مع النادي الاهلي يا كابتن وائل ايه؟ من وجهه نظرك هدف. يعني كنت جبت جون في الدوري العام في بلديه المحله. موسم تقريبا 2003 او 2004 كده يعني، بس كان جون شكله حلو وكان جون يعني كان جميل يعني. بس انا عايز اقول لك ان احنا انت كنت موجود معانا في فقره الحريف، فقره بنعرضها كل يوم سبت وبنطلب من الناس تختار افضل هدف. جماهير الاهلي اختارت لك الهدف بتاعك في توسكار الكيني، الماتش بتاع 3-0. جون حلو. استقبلتها على صدرك كده وطلعت لها باكورد، حطيتها في على حاجه ثانيه. جون حلو جدا جبته و في كابتن امير اللي قاعد قدامك ده وانا في المنطقه الاتصالات وهو في الاهلي، جبت جون فيه مميز جدا. كنت بتغل قوي يا شيتوس، كنت بتلعب بغل قوي ليه؟ ايه؟ كنت بتلعب بغل قوي. لا انا مع الاهلي بلعب بغل، وانا ضد الاهلي بلعب يعني. ده يعني انت عايز تقول ان امير جول كيفر سهل تجيب فيه جول
لا بالعكس، ده جون كيبر كبير، انما انا لعيب كبير قوي. طبعا طبعا. كام سنه مع بعض يا كابتن وائل في الملعب؟ يا امير، عشره كبيره جدا جدا جدا. يعني بدانا مع بعض في الناشئين، هو اكبر مني طبعا امير، انما انا لما جيت النادي الاهلي سنه 98 كان امير متواجد، ويمكن تعاقدت مع فريق 19 سنه في النادي، ويمكن الفريق بتاع 19 سنه في النادي ده اللي هو كان تحت الفيرست تيم على طول، كان من اقوى الفرق اللي موجوده في الوقت ده. ويمكن كان المدير الفني كابتن مختار، والمساعد بتاعه كابتن ضياء السيد، وكان امير هو الحارس الاساسي، وكان الاحتياط بتاعه الله يرحمه احمد اكرامي. يعني كان جيل قوي جدا، ويمكن انا يعني كنت الوحيد اللي من مواليد 82 اللي كنت بتصعد مع الفريق ده. فامير عشره كبيره جدا، ويمكن بعد ما بطلت بقيت مدرب امير، يعني في حاجات كده يعني في الكوره بتبقى غريبه ساعات. خلصت طارك يعني، خلصت طارك، خلصت القديم كله، خلصت طاري. انما لا، امير طبعا عشره عمر كبيره جدا 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 في الملاعب وبره الملعب، كمان احنا اصدقاء بشكل قوي جدا. فمن الناس اللي بتشرف بيها وبعتز بصداقتها وبزمالتها وبعشرتها. يعني ايه اللي ما تنساهوش لامير عبد الحميد جوه الملعب او بره الملعب؟ يعني مش عايز اتكلم في الكوره بس يعني. لا، امير يعني في مواقف كتير ما انساهالوش، لان احنا يعني زي ما بقول لك احنا عشره، احنا يمكن الموضوع مش ساعتين التمرين بس، احنا اوقات كنا بنخرج مع بعض، بتروح وبتيجي وبتعمل كل حاجه. انما انا انتهزتها فرصه دلوقتي ان انا يعني امير بعد ما اشتغل في التدريب طبعا الموسم ده مع السكه الحديد، عايز اساله بقى على حاجه، لان هو كان من الناس اللي ساعات بتزعل مني لما كنت انا مدربه في الانتاج الحربي، لما كان مثلا يبقى لينا وجهه نظر معينه في اختيارنا لحارس مرمى ولا حاجه. دلوقتي بقى بعد ما بقيت مدرب بقى امير، يعني هل بيبقى في حاجه متعمده ناحيه اختياراتك، ولا بتبقى صناعات للمباراه دي او حاجه للمباراه دي؟ ده سؤال كان نفسي اساله لك. جاوب يا كابتن امير. عامل ايه يا شيتوس؟ وحشني والله. وانت وحشني. شيتوس على فكره من الناس الجميله جدا، وصاحب صاحبه، ويمكن هو رجعنا من 98 يا شيتوس او حاجه 97 حاجه كده. بالظبط. كنت انا في منتخب شباب ورجعنا، كان اعتقد وائل كان جاي من نادي الجيش. وائل صح؟ بالظبط بالظبط كده. ولما احنا جينا كنت انا ساعتها انا واحمد سيد وتقريبا بلال، كنا منتخب بلال شباب وجايين بقى على التدريب، فجايين من راحه بقى فداخلين معاهم. لما شفنا وائل كان احنا كان وائل كان جسمه صغير. فلما جينا شفناه في التدريب لقينا هو الوحيد اللي مميز، يعني هو الوحيد المميز في التيم بتاعنا كله. فسالنا يا جماعه مين ده؟ فكان معانا الكابتن ابو العيله اللي هو اللي كان بتاع التاهيل الاحمال، بتاع الاحمال، قال لنا ده لعيب جامد جدا وبتاع، ورحنا الكابتن انبسطنا بيه جدا وفرحنا بوائل. يمكن اعتقد وائل اول ماتش ليك وانت معانا اتصعدت، كان اعتقد السكه الحديد في الملعب الفرعي، فاكر؟ مظبوط مظبوط. كنا الماتش 0-0 وكان الماتش كان مقفول، ونزل وائل قعد يرقص وعدى من بين الناس وحطها، كان اول هدف لوائل معانا. في ابتدى يلعب اساسي وطلع مع الفريق الاول على فكره بدري. يعني طلع مع الفريق الاول بدري وهو صغير، فمسمع، عشان كده لما لعب في الفريق الاول على فكره وائل جاب جوال كتير جدا كويس. أي. مع النادي الاهلي. بس انا مش عارف يعني هتقبلها مني ولا هتزعل مني، بس انا هقولها لك، انت كنت تستحق كمان تعمل اكتر من كده كتير يا وائل. امكانياتك كانت تسمح لك الحقيقه انك انت في لعيبه كتير في مصر الحقيقه كنت بشوف ان هم يستحقوا يروحوا له بعيد، مش بس في مصر، بره مصر، وانت كنت واحد منهم. مش عارف بقى تقبل او تختلف. عندك حق طبعا، انت عندك حق طبعا، بس برضه في الاخر، في الاول في الاخر الاصابات، انا جالي الثلاثه رباط صليبي في رجلي واحده، فهي فاهم يعني اللي بيجي له رباط واحد الدنيا بتختلف معاه، فما بالك بقى ثلاثه. ايوه وقت أيوة. قليل جدا، فالحمد لله. طبعا الواحد دايما ما بيبصش للي فقده، انما بيبص لربنا اداهوله. الحمد لله على كل حال. طبعا طبعا. بس بص، واخد بالك انت يا ابو حميد ان امير ما جاوبش على السؤال؟ ما انا لسه هجاوب اهو، لسه 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 بقوله عايز اكلمه. يلا يلا كابتن امير. بص يا وائل، طبعا وائل لما جه معانا كان هو احنا واحد صاحبنا. ايوه. وبعدين لعبنا مع بعض، وفجاه انا وفضل وفتح الله وناس وزيدان اسامي وجده اسامي كبيره. صلاح امين. ابو صلاح امين طبعا، وحسن الشامي، وعامر، يعني ناس كتير جدا طبعا طبعا، مش عايز انسى حد. فمش متعودين ان وائل يبقى بيرص كونزات ومعانا، ويا جماعه التزموا ولازم مش عارف نعمل ايه وبتاع. ففي الاول كنا احنا، حتى انا كان الموقف بيني وبين وائل، انا ضحكت وعمال ابص فمش مصدق
لحد ما هو جه قال لي بص انا في الملعب مدرب، انت ما تعرفنيش. ودي حقيقه، لو تفتكر الموقف ده شيتوس طبعا. طبعا كان معانا كابتن اسامه عبد الكريم، فانا اتخضيت ساعتها. بس هو طبعا اتخضيت ولا قفشت؟ لا بص اتخضيت. لا خلي بالك يا احمد، عايز اقول لك على حاجه بس عشان امير كده يكمل. نوعيه اللعيبه اللي كانت متواجده منهم امير طبعا كراجل اكبرهم يعني سنا ومقاما وكل حاجه، مؤثرين جدا جدا وساعدوني. لا هي موضوع الموضوع ملوش لا الموضوع ملوش علاقه بتجاوز، ما اقصدش تجاوز، بس اقصد اقول انه في ناس ممكن من موقف زي كده تتخض، لانه انا اتخض يعني فاهم ازاي يعني. الخض قاعد يضحك، قاعد يضحك الخض الخض يا ابو حميد، لان احنا كنا قبليها فتره خارجين بنتعشى عادي وبنضحك وبنهزر مع بعض والدنيا عادي جدا. وبعدين ايه، بنشوفه جاي مع كابتن شاوي غريب وكابتن عبد الظاهر وكابتن عبد الستار وكابتن اسامه عبد الكريم، فاحنا ايه يعني مش عارفين نعمل ايه. لكن هو كان الموضوع هو امر واقع ان هو مدرب كبير جدا وهيبقى ليه مستقبل كبير جدا، فتعاملنا على هذا الاساس. لكن خرجنا اول ما بنخرج بره الملعب هو بيجي لنا الاوضه اصلا، ما بيروحش مع الجهاز، فبيجي يقعد معانا وبياخد شاور معانا خلاص هو واحد مننا. فالقصه اللي هو بيتكلم فيها ان هو كان من ضمن الجهاز، والجهاز طبعا بيحط ناس تشكيل وكل واحد ممكن يحط حد من وجهه نظره شايفها. فكان بالنسبه لنا احنا دايما كنا نيجي شيتوس احنا ليه ما بنلعبش، فهو كان بالنسبه لنا هو حاله الوصل. فبالنسبه لنا هو كان يعني احنا ظهره وهو ظهرنا، فاحنا عايزين نعرف التفاصيل رايحه فين. ما حدش يقدر يروح لكابتن شوقي يقول له انت ليه ما لعبتش او ما عملتش. فبالنسبه لنا كنا يعني غصبا عننا كل واحد عاوز يلعب، وان زي ما وائل قال نجوم كبار ومحترمين جدا ومؤدبين جدا. مع العلم احمد، بس عشان امير بقى امير زكي ما ياخدكش برضه في اتجاه تاني. امير مثلا الماتشين ثلاثه يعني ما لعبش معانا ماتشين ثلاثه. ايوه انا حسيت انه قعد السيزون كله. حسيت انه السيزون كله قعد على الدكه. يعني هو مش قاعد احتياطي، لا ده لعب السيزون كله وقعد ماتشين. فبيجي يتكلم بقى يا جماعه انتوا قعدتوني ليه؟ بس خلي بالك انت عارف انا كنت زعلت ليه، بغض النظر عن اللعب ومش اللعب. اللي انا عايز اقوله ان هو طبعا اكيد بعد كده اكيد وائل الوضع اختلف. اول ما الواحد بيبطل، اول ما انت بتبطل بتشوف القصه كلها من بعيد من منظور تاني خالص. انك انت دلوقتي بقيت مسؤول. طب انا دلوقتي بقيت مسؤول، الاول كنت بلعب وعاوز العب وخلاص، شايف نفسي بس. ودي حاجه مش وحشه ان الواحد عاوز يلعب، لكن امتى يبقى اسلوبك كويس، امتى اسلوبك يبقى امتى تغل في التمرين عشان تحرج الجهاز الفني. في ليها كذا حاجه، لكن اللي انا عايز اقوله ان الوضع فعلا، انا لما بقيت اصلا مدير اكاديميه النادي الاهلي وبشوفها من ناحيه الولد اصلا صغيرين اللي بيجي يلعب بيزعل ويتقمص، فانا بيرجعني بقى وانا لاعب. فباجي اتكلم معاه اللي هو ما تعملش مشكله اصبر. حتى ابني بيلعب، ولادي الاثنين بقول لهم نفس القصه، ما تتكلمش ما تعملش حاجه. اللي انا كنت ممكن اعمله او الحاجه السلبيه اللي انا كنت بعملها بتنقل خلاصه التجربه لاولادي او لاي حد. فانا لما مسكت في نادي السكه الوضع فعلا كنت شايفه زي وائل بالظبط، ان انا النهارده عندي ثلاث حراس مرمى، فعايز الاعب حد ونفسي الثلاثه يلعبوا بشكل كويس. بس الحمد لله كابتن وائل خلي بالك انا لعبت الثلاثه وخليت الثلاثه مفيش ادنى مشكله، وكنا مع بعض اصحاب جدا، وحتى لحد اللحظه قريب جدا بيكلموني وبنخرج مع بعض، وما كانوش اصلا عايزين نمشي في نادي السكه. خلي بالك قصه ان امير عزمي مجاهد هيبقى مدرب كبير برضه وقدم استقالته، لكن النادي والولاد الحراس واللعيبه كلهم كلموني اللي هو لازم تقعد معانا احنا عايزين. صحيح. فبالتالي الواحد وهو لاعب او مسؤول بيبقى الدنيا مختلفه، شايف الامور من وجهه نظره هو بس. نورتنا كابتن وائل. خلاص يا احمد، ان امير يعني شخص محترم ومؤدب وكان لاعب كبير جدا، وان شاء الله في التدريب هيبقى حاجه كبيره جدا. ان شاء الله يعني الفتره القصيره اللي اشتغلها في نادي السكه يعني زي ما بتقول ده ما اتقال لي يعني ان هو عمل شغل كويس، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه بتاعته باذن الله ان شاء الله يبقى مع بعض شيتوس. وشكرا على المداخله شيتوس، ان شاء الله قبلك بعد المشوار مع المنتخب الاولمبي في حاجه جديده يا كابتن وائل؟ ان شاء الله باذن الله قريب كل حاجه بقى في وقتها، وان شاء الله. وانا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم النهارده. احنا مبسوطين اكتر بيك احمد، وبالتوفيق يا امير ان شاء الله الفتره الجايه، ونتمنى تشرفنا قريب ان شاء الله في السادسه باذن الله. شكرا كابتن وائل رياض، واحد من نجوم النادي الاهلي اللي حبيناهم. احنا الحقيقه بنحب نجوم النادي الاهلي دايما، لان هم يعني خلينا نتفق انه الاهلي مش الموضوع طبعا كوره ومتعه والقاب وبطولات، لكن حتى اللي مالوش في الكوره كابتن امير الاهلي بالنسبه له واحد من اهم اسباب الفرحه والسعاده في الحياه. يعني دايما
معنوياتك في السماء، دايما فرحان، دايما حاسس انك انت منتمي لمنظومه مش بس ناجحه لكن عندها قواعد، عندها مبادئ، حاجه منوره كده. ونتمنى ان يعني زي ما في الاهلي في الرياضه يبقى في الاهلي في حاجات تانية كتير، مش كنادي اهلي ككونسبت كمفهوم يعني. اكلمك كوره شويه بقى، وكتير من الناس ابتدت تقارن بين، وبحكم الارقام بصراحه الراجل يستحق يعني، من ساعه رغم ان في اسماء كتيره جدا جت في الفتره ما بين جوزيه وموسيماني، اسماء عالميه يعني، محدش ينكر مثلا حد زي مارتن يول ده يعني راجل يعني، حسام البدري عمل حاجه، محمد يوسف عمل حاجه، وغيرهم وغيرهم، جاريدو عمل حاجه، بس ما حدش قارن اي حد من الاسماء دي بجوزيه غير موسيماني. وفي ناس شايفه انه موسيماني يكاد يكون المدرب الوحيد القادر على تجاوز فتره جوزيه، وكانت فتره اكتر من رائعه. بص يا محمد، هو كلام فايلر من الاسماء برضو المحترمه جدا، عشان انا مش عايز انسى طبعاً. بس انا بدي امثله يعني. القصه كلها زي ما انت قلت، في مدربين في النص بين مستر مانويل جوزيه وموسيماني. مستر مانويل جوزيه خلي بالك الخبره بتاعته باينه من اول تمرين. تمام. يعني احنا اول تمرين هو مسكنا كان في اجتماع، فكان معانا طبعا الجهاز الفني، كان اول فتره اعداد يعني. احنا متعودين فتره اعداد انك انت بتخش بقى جامد وحواجز وبتاع مش عارف ايه والكلام ده، ضرب نار يعني، ضرب نار من اول يوم فتره اعداد. فمستر جوزيه لما جه قال لك لا يا جماعه، دخل بقى الشغل الحديث في الكوره. يعني احنا مثلا مهما كنت تغيب على فكره شهر او اسبوعين ثلاثه، هو ليه تمارين معينه بيبدا فيها الدنيا كويسه جدا، وبعد كده يروح شادد في النص شده، وروح نازل شويه بالحمله قبل الماتش، فتلاقي نفسك انت عايز تلعب ماتش تاني. تمام. فت طول الوقت، حاسس انك فت وجاهز. فت طول الوقت، بلس ان هو كمان بيتعامل بالشكل بالعامل النفسي مميز جدا. خلي بالك ثلاث ارباع اللعيبه اللي في مصر هنا لو عملتهم نفسي حتى لو ما اتمرنش قوي هتطلع منهم هيطلع احسن حاجه من عندهم. هو كان عارف مين اللي اشد عليه، ومين اللي ادادي فيه، ومين اللي حايل عليه، ومين مين كان بيتعبه، مين اكتر لعيب كان بيتعب مانويل جوزيه. كان بيتعب مانويل جوزيه. بص هو كان شخصيه قويه جدا، بس انا عارف انه كان شخصيه قويه جدا. هو دايما كان في يعني مشده بين نجوم كبار في التيم، بس في صالح التيم يعني. بيبقى اللاعب ده مثلا عايز ينقل حاجه بطريقه معينه، انا كان كابتن فريق او انا نجم الفريق والكلام ده كله، فهو كان دايما بيخلي النجم هو الفريق، وكان دايما بيتكلم بيعنف ناس كتير جدا. وفي ناس محترمه مؤدبه ولاعيبه كبيره جدا مش محتاجه حد اصلا يقول له هايل برافو، لان هو نجم كبير، لكن برضه كان بيحايل عليه وطبطب عليه ويتكلم معاه بطريقه مش يعني بهدوء عشان يخليه يأدي بشكل كويس. وفي مره راح معنف حد تاني عشان يأدي بشكل كويس، فهو كان عنده خبره كبيره جدا من اول يوم. تاني حاجه، هو اول ما دخل في مصر على طول وابتدى يتعامل مع الناس ويتعامل مع اللعيبه، خلاص انت بتتكلم في مواقف ليه معاك انت شخصيا يعني. في ماتشات معينه كان بيتكلم فيك فيها معاك بشكل مباشر، في نصايح كان بيقولها الامير بشكل مباشر من دي وان. والله يا احمد، هو اول معسكر كان في اسكندريه، جه سال عليا مين، قال لك ده جول ناشئ لسه طالع ومش عارف ايه، شافني في المعسكر قال لا هو ده جول كويس جدا هيبقى مستقبل النادي. رحنا البرتغال، يعني خلاص هو خلاني رقم اثنين بعد الحضري، وبعدين دخلنا على ريال مدريد. فاللي انا عايز اقوله لك بقى في الحته بتاعت السؤال الاولاني، ان من ضمن الحاجات اللي هو برضو عنده خبرات كبيره جدا فيها ونقلنا في حته تانية خالص، ان هو من اول يوم فهم اللعيب المصري عاوز ايه، وفهم اللعيبه اللي موجوده كل واحد يتعامل معاه بشكل عامل ازاي، واطلع منه احسن حاجه ازاي. فبدانا باول ماتش ريال مدريد، ده ادى دفعه قويه جدا ليه هو ولينا. اول ماتش كان ليه اعتقد ريال مدريد، وبعد كده حصل دروب ماتش في السويس، راح لممنا تاني ودخلنا بقى. من ساعتها انت ابتدى بخبراته، تغييراته، التيم، اللعيبه اللي جابها نمها للنادي الاهلي، شافها وعارف وسمع وشاف كذا حاجه ليهم وجابهم، فاللي هو كان ساعتها بركات وابو تريكا وفلافو. لا انا مش عايز الفرقه كلها، انا عايز امير بس. يعني تفتكر له ايه؟ في حاجه، في موقف ما بتتنسيش، في كلمه معينه اتقالت في وقت معين، في نصيحه، في طبطبه، ايه اللي ما تنساهوش لمانويل جوزيه؟ هو كان بيعاملني بشكل كويس جدا، كان بيحبني جدا، كان في كذا موقف، منهم موقف مثلا المحله اتكلم معايا وقال لي انا مش هتكلم معاك كتير، لان انا قبل كده عارف مؤمن بيك بموهبتك، انت تبقى يعني انت تلعب واستمتع، العب واستمتع. في الموقف ده قعد معايا، كان معايا الكابتن احمد ناجي والجهاز، لكن هو كان له دور كبير جدا. انت خايف قبل ماتش المحله؟ خالص انا بلعب في النادي الاهلي. انا فاهم، بس برضو يعني
ضغوطات و... في ضغط وفي موقف طارئ وفي في جديد، فبالتالي برضو مسؤوليه يعني. بص يا حميد، انا من وانا صغير اتعودت ان انا في النادي الاهلي على الضغوطات، فبالتالي لما اتحطيت في موقف زي كده انا كنت بلعب وانا مستمتع. يعني عايز تقنعني طول مشوارك ده، مفيش مباراه كانت تقيله عليك خالص؟ مفيش مباراه كنت شايل همها او خايف منها او خلي بالك يا ابو حميد، انا بطوله افريقيا اللي هي بتاعت نهائي كاس مصر مع الزمالك بالنسبه لك ما كانتش مباراه يعني خالص. كل ده انا بلعب، انا لابس تيشيرت النادي الاهلي، فطبيعي ان انا لو لعبت اي فريق في العالم انا ما عنديش مشكله. حلوه الصفقه. في موقف في ماتش برشلونه، ساعتها كنت جايب جزمه جديده، هو ما بيحبش، كان يحب، ما كانش بيحب اللي حد يجيب جزمه جديده يلعب بيها على طول. لازم تتمرن بها مرتين ثلاثه عم حارس يلبسها شويه ويلينها. فعشان احنا كنا ساعات بنجيب يعني تراب او حاجه ونحط الجزمه عشان اساس ان احنا نقول له ايه لعبنا بيها، قبل كده. فكان بيفهم وعارف، يقول انا لا دي جديده مش هلعب بيها. فانا كنت جاي، حد جايب لي جزمه من بره وهنلعب برشلونه. الشوط الاولاني ما لعبش بالاساسيين برشلونه، هو كان قايل انت بكره هتسخن بين الشوطين وهتلعب. لما لقى الضغط جامد جدا والاخره، قال لي لا انت مش هتلعب، هريحك النهارده. قلت له تمام ما عنديش مشكله. فكان دايما يجي يقول لي مثلا هتلعب الماتش الجاي بس عايزك تستمتع. هو كان دايما في كلامه معايا العب واستمتع، انا مؤمن بموهبتك واغلط ما عنديش مشكله. ده موقف المحله. موقف الزمالك قبليها وكاس مصر بتاع، قال لي هتاخد الكاس كله واستمتع والعب واغلط ومفيش مشكله، والحمد لله خدنا الكاس وخدت احسن حارس. رحنا اليابان كان في ضغوطات جامده جدا، كان في ناس بعيد عن الناس بتفهم سوري في الكوره كانوا بيقطعوا فيا جدا عشان يخبطوا في النادي الاهلي عشان يوقعوا النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي كبير ووارد انك انت تحصل دروب او اي حاجه، لكن مش وقعت فني، انت وقعت بسبب واحد يعني مش ما عندوش علم او وعي بالكوره كتير جدا، فكان بين الصوره غلط، فالجمهور خد على ده. لكن هو قعد معايا ساعتها وقال لي عندنا ماتش بكره خامس وسادس، استمتع بيه، عايز تلعب العب ما تلعبش، قلت له هلعب ولعبت كنت كويس جدا. ده موقف تاني. موقف تالت بتلعب في اسماعيليه، في اسماعيليه انت كل ماتشاتك، انت كل ماتشات الاهلي في اسماعيليه، يعني احنا حتى واحنا بنعرض الماتيريال ماتشات كتير جدا لعبتها في الاسماعيليه ضد الاسماعيلي. والله يا ابو حميد بص، من احسن الماتشات تعالج ضغوطات كده جدا وبستمتع. انت في البدايه قلت ان حارس مرمى بتاع النادي الاهلي ما بيجيلوش كتير، لكن انت لما تلعب فريق زي نادي الزمالك اكيد بيجيلك ضغوطات، لعب الاسماعيلي في اسماعيليه، مصر في مصري، الاتحاد، بيجيلك هجمات. انا من الناس اللي كنت بلعب وانا مستمتع، ما بعرفش اتشد يعني. انا حتى الكابتن ناجي كان يبقى قلقان شويه ويجي يتكلم معايا، اقول له استمتع واستمتع بيا ان شاء الله، وبعد الماتش هتشوف الدنيا راح فين. فكان يقول لي انا عارف انك انت بتستمتع، بس غصب عني انا كمدرب ببقى طبيعي قلقان وعايزك تبقى كويس. فكل الماتشات اللي انا كنت بلعبها الحمد لله لعبتها وانا مستمتع، ما كانش في ضغوطات من اول المحله. فالراجل كان ليه مواقف كتير جدا معايا ومع الناس اللي زمايلي اللي موجودين. بالنسبه المقارنه بتاعته مع المدربين اللي في النص ومع مستر موسيماني، لا انا عايز اقف مع المقارنه دي عشان ما يجيش فاصل في النص يقطعها، لان الحقيقه فيها كلام كتير عايز اقوله بين موسيماني وبين جوزيه وبين كمان جيل النادي الاهلي الحالي والجيل اللي فات والالقاب والبطولات اللي موجوده والاثنين حققوها، والناس كتير شايفه انه الجيل ده ممكن يكسر او يعدي، وده شيء يفرحنا طبعاً. الانجازات اللي حصلت قبل كده. بس هتسمح لنا نروح لفاصل اخير ونرجع بقى بعد الفاصل نسمع منك رايك في المقارنه ونسمع منك رايك في الافضل على مستوى حراسة المرمى في مصر وفي العالم وفي النادي الاهلي. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بنرجع لحضراتكم، نرحب بكابتن امير عبد الحميد ضيفنا النهارده في السادسه. نقف عند او نرجع للنقطه اللي وقفنا عندها، جيل موسيماني قادر على تحقيق نفس انجازات جيل مانويل جوزيه مع ولا ضد؟ اكيد طبعا، يعني اعتقد ان الجيل اللي موجود دلوقتي جيل مميز وخد بطولات، ومش عايزين نقارن جيلين ببعض لان الاجيال كلها على مدار التاريخ في النادي الاهلي كل واحد عمل انجاز، وكل جيل عمل انجاز مع النادي الاهلي. مفيش جيل في الاهلي ما سابش بصمه، يعني لازم. التسعينات اصحاب بصمه بالزبط. وخصوصا في البطولات العربيه، الثمانينات طبعا وكلم على بدايات الاهلي في بطولات افريقيا، فمفيش جيل في الاهلي ما حققش انجازات وفرح الجماهير. لكن انا بقصد اقول الجيل بتاع جوزيه كمان كان في الدخول العالميه، يعني فكره انك انت تلعب مع انديه كبيره، تواجه البارسا وتواجه الريال حتى لو وديا، تلعب في بطوله زي بطوله كاس العالم وتحقق برونزيه، في نقله نوعا ما واختلاف شويه عن الجيل او الاجيال اللي سبقته. ما شفناش ده بيتكرر تاني على مدار السنين، انك انت تفضل مسيطر على افريقيا في موسمين، تاخد لقبين ورا بعض وتروح لاثنين سوبر افريقي وتروح لاثنين برونزيه، غير في الجيل الحالي. فعشان كده بقول الناس شايفه انه ده جيل ممكن يكسر ويعدي كمان الجيل بتاع مانويل جوزيه من حيث الالقاب والبطولات. زي ما انت قلت يا ابو حميد، الجيل اللي هو بتاعنا لما اتحطينا على الطريق العالميه زي ما بيقولوا،
ورحنا كاس العالم للانديه، اول جيل برضو لعب كاس العالم للانديه، الجيل اللي احنا كنا موجودين فيه، خدنا بطولات، كان في عدد بطولات كتير جدا كل فتره، كنت كل يوم حد تاخد بطوله. ايوه. ف يعني نقلنا الحته دي الحمد لله كمان عالميا. احنا لما رحنا اليابان الناس كلها ما كانتش عارفه النادي الاهلي في الاول، لكن بعد كده بقى اسم النادي الاهلي، وحطوا لنا اعلام وعملوا لنا حاجات في الماركتات اللي موجوده، ويعني بقى اسم كبير جدا. كان ابو تريكا قاعد في في اي بي من احسن لعيبه كاس العالم للانديه مع ميسي، يعني الموضوع كان اتحطينا على الطريق. بعد كده الجيل اللي هو جه بعدين اللي هو جيل فتحته معين. يعني فتحته البوابه بالزبط. فتحته الطريق. لكن الجيل اللي موجود جيل محترم جدا، جيل مميز جدا، فيه لعيبه مميزه، فيه ناس من ريحه الجيل ده موجوده زي وليد سليمان طبعا. الشناوي على فكره من الجيل دوت. الشناوي كان معانا في النادي الاهلي، كان صغير بس ما كانش خد فرص، وكان معانا وحضر بطولات معانا، وفي معسكرات في المانيا ومعسكرات كبيره جدا كان معانا. يعني لكن زي ما قلت لك يا ابو حميد، النادي الاهلي سيستم، منظومه زي ما انت قلت في الاول، كله بنمشي على 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 اللاين ده. نفس التراك ده، انك انت بتكمل وده بيكمل، وفي اجيال تانية هتطلع تكمل الجيل اللي موجود دلوقتي. لكن تحسب الجيل اللي موجود ان هو برده في كل بطوله موجود وبيشارك وبيكسب بطوله ولعب كاس عالم انديه وحافظ على ثالث العالم بتاعنا، الجيل بتاعنا اللي كنا موجودين وخدوا مرتين. فبالتالي ممكن عدد الماتشات الدوليه كان على ايامنا كانت اكتر. أيوة. يعني بتلعب فرق اوروبيه كانت اكتر، لكن اعتقد ان الفتره الجايه في ناس المسؤوله جوه النادي الاهلي هيبقى جيل نخلص بس من كورونا دي. اعتقد كورونا برضه لها دور كبير جدا طبعا. طيب عايز امشي معاك سريعا بقى، امير عبد الحميد يختار افضل ثلاث حراس مرمى في مصر دلوقتي حاليا؟ شناوي، ابو جبل، محمد صبحي. محمد صبحي وافضل ثلاث بس في حراس قد بشكل كويس. انا علي لطفي عاجبني جدا لما لعب، مصطفى شوبير، حتى حمزه لعب كان بشكل كويس. ده بالنسبه للنادي الاهلي. في انديه ثانيه، عواد لعب في الزمالك ادى بشكل كويس. انا عايز افضل ثلاثه يعني. في حراس مرمى مميزين، انا عارف دول افضل ثلاثه. سليمان عامل موسم كويس، وجاد بسام اعتقد برده كويس يعني، لكن انا عايز افضل ثلاثه. هو شناوي، ابو جبل، محمد صبحي. وافضل ثلاث حراس مرمى في التاريخ. في التاريخ؟ لا في التاريخ دي صعبه يعني. في التاريخ في نجوم كبار يعني. عندنا في مصر حراس مرمى بمستوى عالمي يعني؟ لما تقول دونا روما، لما تقول نوير، لما تقول هيجو لوريس، لما تقول كورتوا، تقدر تحط حارس مرمى زي مندي مثلا السنغالي حارس مرمى مصري مع الاسماء دي؟ لا، ما احنا مش هينفع نقارن مندي اللي هو اقرب لينا في افريقيا باي حارس مرمى. لكن انت عندك حراس مرمى يلعبوا في اوروبا يلعبوا. انت عندك شناوي يقدر يلعب كويس جدا من سنين، والنهارده ابو جبل يقدر يلعب. انت عندك النهارده في اولاد صغيرين في كل المراكز، احترف لاعب مصري في نادي ما في اوروبا ما عدا حراسه المرمى، يمكن ما كانش فيه غير تجربه واحده لكن ما فيش مش كتير. يعني لو انت جيت شفت مندي مثلا، مندي خلي بالك من سنين بيلعب في اوروبا. يعني في الدوري الفرنسي بقى له فتره كبيره جدا. لما لعب وظهر في الدوري الفرنسي راح تشيلسي، طبعا تشيلسي علاه جامد جدا، وهو ادى بشكل كويس جدا، فاختار احسن حارس في افريقيا واحسن حارس في العالم، وخد احسن حارس في بطوله افريقيا. الموضوع بالنسبه له قصه مختلفه. لكن عندنا حراس مرمى يلعبوا في اوروبا يلعبوا طبعا، مع انه الحراس المرمى يطلعوا في سن صغير. طبعا لو عندك فرصه كويسه تسافر طبعا. نعرف نسوق للاعب المصري وحارس المرمى المصري بشكل جيد. ينفع بس انت الفكره انك انت الخطوه تاخدها ازاي، ومين النادي اللي هيسيبك. هي دي الفكره يعني. نروح لماتش الاهلي وسان داونز، وسريعا جدا للناس بتوع الابيض والاسود اللي كنا لسه بنتكلم عليهم، اللي شافوا الاهلي والهلال، الاهلي بيقدم واحده من اقوى المباريات، فتوقعوا او كانوا عايزين السيناريو ده يتكرر في ماتش الهلال السوداني، وده اللي ما حصلش. تتوقع ماتش سان داونز يكون ازاي، واي سيناريوهين اقرب، اهلي هلال سعودي ولا الاهلي الهلال السوداني؟ الهلال السوداني طبعا كان قصه خالص مختلفه، الناس جايه محبطه من المنتخب، ابتديت النهارده تلعب، كان عندك امل بالميراس انك انت تكسب، الاحباط قل شويه، لكن انت كنت في امر واقع انك انت بالظروف اللي انت موجود فيها وكورونا والاصابات والحاجات دي كلها، انك انت تلعب تحافظ على المركز الثالث وتحقق، واللعيبه قد بشكل كويس جدا. طبيعي ان انت بعد 3 4 ايام عندك ماتش هتسافر السودان، درجه حراره عاليه جدا، الظهر الملعب مش كويس، اكيد ظروف ما كانتش احسن حاجه، ولكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بياخد خطوه ماتش بماتش وبطوله ببطوله. النهارده عندك ماتش ان شاء الله المقصه في الدوري، اتمنى ان شاء الله اللعيبه تبقى بتأدي بشكل كويس ويستعدوا لسان داونز. سان داونز ماتش صعب،
عندهم لعيبه كويسه جدا طبعا. مستر موسيماني عارف سلبيات وايجابيات عندهم، ولعبناهم كتير جدا، كسبونا قبل كده في النهائي وكسبناهم، وماتشاتنا معاهم تبقى دايما صعبه جدا، لكن اعتقد كافه النادي الاهلي والطموح والخبرات اكيد في صالح النادي الاهلي. بتمنى ان شاء الله ان اللعيبه تبقى في حالتها، لان طول ما لعيبه النادي الاهلي في حالتها ما حدش واقف قدام النادي الاهلي. طيب قبل ما اروح لمباراه مصر والسنغال، بدايه اسماء اللاعبين اللي من وجهه نظر كابتن امير عبد الحميد تستحق انها تكون متواجده في مواجهه مصر والسنغال اللي جايه القاهره، حراسه مرمى ولا عمل؟ لا عموما انا اعتقد ان هو مستر كيروش مش هيغير كتير. أيوة. ممكن يضم مثلا، ممكن محمد هاني، الناس اللي ممكن تنضم محمد هاني، ممكن يضم ياسر ابراهيم، الناس اللي ممكن تنضم، مش هيغير كتير اعتقد. أيوة. يعني ممكن واحد او اثنين بس. مصر تقدر تتجاوز السنغال وتوصل لكاس العالم؟ تقدر طبعا، ولكن الامور صعبه جدا. انت عندك برضو خلي بالك، يعني السنغال فريق قوي جدا بيلعب بثقه كبيره جدا طبعا. انت تراهن على ايه في ماتش السنغال بتاع القاهره الاول؟ اراهن على اللعيبه، ان حاله اللعيبه، يعني حاله اللعيبه اللي موجوده، لعيبه كبيره جدا ونجوم العالم. يعني انا شايف ان محمد صلاح بيلعب مضغوط، محمد صلاح ما ينفعش يلعب وهو مضغوط، ما ينفعش، لازم الناس كلها تساند محمد والمنتخب واللعيبه اللي موجوده، ما يبقاش في ضغط على اللعيبه. طول ما انت في ضغط على اللعيبه، شفنا الاداء كان عامل ازاي، لما الضغط اتشال شويه ابتدى الامور بقت كويسه جدا ووصلنا للفاينل. فانا شايف من وجهه نظري ان حاله اللعيبه موجوده، والتشكيل زي ما مستر كيروش عرف يعرف التشكيل الصح ايه وده يلعب فين، اعتقد ان حاله اللعيبه هتبقى مهمه جدا في اللقاء. ولازم نخلص هنا برضو بحيث ان انت تبقى انت مرتاح، بحيث ان انت هناك برضو الماتش هيبقى صعب في ظروف صعبه، وهم لعيبه كبار جدا. شايف ان الامور هتبقى صعبه، لكن احنا اسم كبير ومنتخب قوي جدا وعندنا لعيبه مميزه. مريت بمواقف مشابهه، خدت مواجهات صعبه مع المنتخب. في خلاصه خبره امير عبد الحميد في مشواره مع منتخب مصر، لو حابب توجه رساله لنجومنا اللي هيلعبوا مع السنغال، ايا كان اسمهم ايه، يعني احنا مش عارفين لسه سكواد منتخب مصر اللي هيلعب ماتش القاهره، تحب تقول لهم ايه؟ انا عايز اقول للعيبه، انت كل واحد لازم يصدق نفسه ان هو لعيب كبير، ولازم كل واحد يخدم المنتخب، كل واحد يبقى ما يلعبش يلعب من غير ضغوطات. احنا في نجوم كبيره جدا بتلعب مضغوطه، فاحنا مش عايزين ده، عايزين كل الناس تساند اللعيبه الموجوده. رسالتك للعيبه نفسها؟ رسالتي للعيبه ان ده ماتش 90 دقيقه، وفي ماتش 90 دقيقه تاني. لازم اي فرصه، الفرص اللي زي دي عشان توصل كاس العالم، لازم الفرصه اللي تيجي تخلص على طول وتجيب جول، لان انت هتعاني. انت لو انت الفرصه مش هتيجي كتير في ماتش السنغال، ماتش السنغال مميز في كل الخطوط اللي موجوده، حراسه مرمى، دفاع، نص ملعب، فراوده، مميزين. عشان يجي لك فرص هيبقى الامور صعبه جدا. فانا اتمنى ان اللعيبه تلعب بشكل كويس، ويلعبوا بروح، ويلعبوا بعزيمه، ويلعبوا من غير ضغوطات. اعتقد ان المنتخب قادر ان هو يعدي، وان شاء الله ونوصل، وكل الناس تبقى معاهم ويفرحونا ان شاء الله، ويصعدوا ان شاء الله كاس العالم. شرفت ونورت، ربنا يخليك يا ابو حميد، وانا سعيد جدا كنت معاك. وانا سعيد جدا بوجودك معانا النهارده، واتمنى تكون قضيت معانا وقت يعني خفيف لطيف كده زي ما بيقولوا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن امير عبد الحميد نجمنا النهارده في السادسه، وبشكر حضراتكم على المتابعه. نتابع مع حضراتكم، كل التوفيق لرجالتنا بكره ان شاء الله. مش بس عايزين المكسب، مش بس عايزين الصداره مره ثانيه، ومش بس عايزين ثلاث نقاط، لكن عايزين كمان نطمن على المواجهه اللي جايه ان شاء الله. بكره تكون بروفه قويه لمواجهه سان داونز. بشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير، نتقابل على شاشه الاهلي دايما.